بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 71 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح أن يحدثنا عن الطلاق البدعي والطلاق السني والأحكام المتعلقة بهذا، مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أصلا الطلاق ينبغي أن لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة، وفي الحديث الوارد: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولا يلجأ إليه إلا عند الحاجة، حيث لا يمكن الاستمرار على الزوجية. حينئذ قال الله جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، كان الله واسعا حكيما. أما حيث أمكن بقاء الزوجية فإن هذا هو الذي رغب فيه الشارع، حتى لو كره من امرأته شيئا فليصبر عليها. قال الله جل وعلا: إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها الخلق الآخر. والمرأة مجبولة على بعض الشيء من ما يكرهه الزوج من أخلاقها. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن يعني من ضلع آدم، وإن أعوج شيء الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها عوج. ولكن إذا دعت الحاجة للطلاق وصار البقاء على الزوجية مستحيل أو متعذر أو فيه مشقة، فإن يلجأ إلى الطلاق حينئذ، الطلاق الشرعي. الطلاق السني هو الطلاق الشرعي، بأن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. وإن رغب أن يراجعها في فترة العدة فلا بأس بذلك، بل هذا مستحب مرغب فيه. قال الله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في أثناء العدة، فيرغب في أن يراجعها. والله جل وعلا يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وإخراجها حتى من البيت، هي زوجة ما دامت أنها طلقت دون الثلاث فهي زوجة، ما دامت في العدة لها حق السكنة على زوجها فتبقى في بيتها. وإن رغب، ويستحب لها أن تتجمل وأن تتعرض له، فإن رغب في مراجعتها فهذا أمر مرغوب شرعا. والله جل وعلا يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي يتغير رأي الزوج المطلق ويرغب في امرأته، يكون عنده فرصة لاسترجاعها. هي الحكمة من جعل الطلاق على هذه الصفة. قال جل وعلا: الطلاق مرتان، هم مرة واحدة، مرتان، والثالثة تبين بها، إن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها لا جناح عليهما يتراجع. لذلك شرع تفريق الطلاق، وأن لا ينطق به بكلمة واحدة أو في طهر واحد، ولا يكرره في أثناء العدة أيضا، يترك، فإن رغب فيها استرجعها عنده ميدان، وإن لم يرغبها فإنها تبين بنهاية العدة. إذا انتهت عدته بانت بينونة صغرى. هذا هو طلاق السنة، أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. إذا توفر الشرطان طلقة واحدة لطهر لم يجامعها فيه فهذا هو الطلاق السني. والطلاق البدعي ما خالف ذلك، أن يطلقها وهي حائض، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يجمع الثلاث بكلمة واحدة، هذا هو الطلاق البدعي. لأنه البدعي خلاف السني، لأنه خلاف ما أمر الله به. نعم. أحسن الله إليكم مبارك. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب
على الإنسان قبل خلقه؟ نحن أمرنا بالدعاء ولا شأن لنا بما كتب على الإنسان وقدر عليه، هو أمر باتخاذ الأسباب، ولا يقول أنا مقدر لي ولا حاجة إلى فعل الأسباب، هو يفعل الأسباب، يعمل الأعمال الصالحة، ومنها الدعاء. الدعاء عمل صالح وينفع الله به، هذا شأن العبد. وأما شأن القدر فهو إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ، في السفر أيهما أفضل، التقديم أم التأخير؟ حسب الأرفق بالإنسان، فإن كان الأرفق به جمع التقديم قدم، جمع الصلاتين في وقت الأولى، كما كان صلى الله عليه وسلم إذا زاغت الشمس، يعني زالت قبل أن يرحل، صلى الظهر والعصر جمعا ثم رحل. وإن زاغت الشمس بعدما رحل فإنه يؤخر الأولى ويجمعها مع الثانية جمع تأخير، ويفعل الأرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول، أرجو من فضيلة الشيخ بيان وتوضيح هذا الحديث، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يقول، ما نوع النفي في هذا الحديث أيضا؟ نوع النفي أنه للنهي، يراد به النهي، يعني لا تتطير ولا تخاف من العدوى، أنها تنتقل إليكم من ذاتها وبنفسها، إنما الله هو الذي ينقلها، الذي أحدثها في الأول هو الذي ينقلها بالعدوى. فلا يكون عند الإنسان عقيدة جاهلية أن العدوى تحصل من نفسها بدون تقدير الله تدبيره سبحانه وتعالى، ليتوكل على الله، ومع هذا يعمل الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم، لا يورد ممرض على مصح، أو لا يورد مصح على ممرض. وقال عليه الصلاة والسلام، فر من المجذوم فرارك من الأسد. الإنسان يتخذ الأسباب، وهذا ما يسمى بالوقاية، والوقاية خير من العلاج. وأمر صلى الله عليه وسلم إذا وقع الوباء في بلد أن لا يخرج منه أحد، وأن لا يدخل عليه أحد، وهذا ما يسمى الآن بالحجر الصحي، قصد منه الوقاية. وقوله صلى الله عليه وسلم، لا عدوى، أي على ما يعتقده الجاهلية، لا تعتقد العدوى على ما كانت الجاهلية تعتقده من أنها تنتقل بذاتها ومن نفسها بدون تقدير الله عز وجل. ولا طيرة، طيرة هي التشاؤم بالطيور، وهذا أيضا من أمور الجاهلية، هو شرك أن يعتقد أن حركات الطيور وتوجهات الطيور وأنواع الطيور أنه يسبب شيئا مما يكرهه الإنسان. الطيور ليس لها دخل في قضاء الله وقدره، ولا في جلب الخير ولا في دفع الشر، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث، الطيرة شرك، الطيرة ما أمضاك أو ردك. فالإنسان يعتمد على الله ويتوكل على الله ويستعين بالله عز وجل. ولا هامة، الهامة هي البومة، طائر يسمى بالهامة، يسميه العامة بالبومة، وكانوا يتشاءمون بصوتها، يقولون إذا وقعت على بيت أحد فإنه سيموت، وإذا سمع صوتها يقول نعت إلي نفسي. هذا من اعتقاد الجاهلية، فهذا الطائر ليس له علاقة بالنفع والضر، إنما هو طائر كسائر الطيور. ولا صفر، الصفر هو كانوا يتشاءمون بشهر صفر، كانوا في الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر، وشهر صفر شهر من شهور الله عز وجل، شهور السنة كسائر الشهور، ليس فيه نحس ولا سعد ولا نفع ولا ضر، إنما هو مؤقت بقضاء الله وقدره كسائر الشهور. هذا فيه رد على أهل الجاهلية الذين يتشاءمون في شهر سفر أو صفر. ولا غول، الغول المراد به ما يتراءى للمسافر، ما يتراءى للمسافر من الأضواء التي أمامه يظنها ضوء، وإذا وصل لم يجد شيئا، ثم تبدو من مكان آخر وهكذا، هذه شياطين تتراءى له لتغويه وتضله عن الطريق، فعليه أن يذكر الله عز وجل فتذهب عنه بإذن الله. في الحديث، إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن الأذان ذكر لله، وذكر الله يطرد الشياطين. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول، اتفقت مع شخص لإنجاز عمل معين بمبلغ معين، فلم ينجز العمل على أكمل وجه، فرفضت إعطاءه المبلغ كاملا، فهل علي إثم؟ هذه خصومة، إما أن تعطيه أجرته، وإما أن تذهب إلى المحكمة، والمحكمة تنظر في قضيتكما. نعم. يقول، ما حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع في الصلاة؟ هل هي من السنة أو مخالفة للسنة؟ وأيهما أفضل، قبض اليدين أم سدل اليدين؟ الأفضل قبض اليدين على وضعهما على الصدر في حالة القيام في الصلاة، هكذا السنة. وما قبل الركوع وما بعده سواء، كله قيام، فيقبض يديه بعد الركوع وقبل السجود ما دام قائما. وأما من
يقول إنه يسدل يديه بعد الركوع فهذا غلط، ولا دليل له على ذلك فيما نعلم، ولا فرق بين ما قبل الركوع وما بعد الركوع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما المقصود بالآية بالأمانة في الآية الكريمة، وماذا يدخل فيها، وما حكم التهاون في العمل في الوظيفة، هل يدخل ضمن الأمانة؟ أي آية يقصد؟ إن عرضنا الأمانة. نعم، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، المراد بالأمانة تكاليف الشرعية من فعل الواجبات وترك تجنب المحرمات، أمانة الدين، هذا هو الأمانة التي ذكرها الله في هذه الآية. الدين أمانة كله بعقائده وأعماله وآدابه، كله أمانة بين العبد وبين ربه. وكذلك من أنواع الأمانة الوظائف، أعمال التي يوليها ولي الأمر للعمال والموظفين، هذه أمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والمراد بالأمانات في هذه الآية هي الولايات، المراد بها الولايات، فهي أمانة في من ولي عليها في ذمته يقوم بها ويؤديها كما أمر الله جل وعلا. ومن أنواع الأمانة الودائع التي يودعها الناس بعضهم عند بعض للحفظ، عليه أن يحفظها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذا طلبها صاحبها وجب عليه أن يردها إليه وألا يتصرف فيها وقت وجودها عنده، وأن يحفظها بما يحفظ به ماله ويراعيها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، صفات المؤمنين. ومن أنواع الأمانة السر الذي يكون بينك وبين أحد، بينك وبين زوجك، بينك وبين صديقك، بينك وبين أي شخص آخر يسر به إليك ويستحفظك عليه، هذا أمانة، فلا تفشه للناس. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت أم أيمن تقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لدخول الحائض المسجد، هل لها أن تدخل المسجد وتجلس فيه؟ لا يجوز للحائض أن تدخل في المسجد إلا ماشية عابرة لأخذ حاجة من المسجد، أو مارة من طريق، لا بأس بذلك، المرور لا بأس به إلا عابري سبيل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تناوله الخمرة، يعني السجادة التي يصلي عليها، يناوله إياها من المسجد، كانت الخمرة في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تأتي بها من المسجد، دل على جواز دخول الحائض للمسجد لحاجة ثم تخرج. أما أنها تجلس في المسجد فهذا حرام، قال صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فلا يجوز للحائض ولا للجنب أن يجلس في المسجد حتى يذهب عنهما الحدث ويغتسل. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، شخص اشترى بعض الآلات لكي يقوم ببيعها، فيسأل عن زكاة هذه الآلات، هل فيها زكاة؟ وإذا كان فيها زكاة، هل يخرجها على السعر الذي اشترها به هذه الآلات؟ الآلات أو غير الآلات، كل ما يريده الإنسان للبيع والشراء يكون من عروض التجارة، من عروض التجارة، إذا حال الحول على قيمته التي اشتراه بها فإنه يخرج زكاته، وذلك بأن يقومه على رأس الحول بما يساوي، سواء كان ذلك مثل الثمن أو أكثر أو أقل الذي اشتراه به، لا يزكيها حسب ما اشتراها به، وإنما يزكيها حسب ما تساوي على رأس الحول، قل أو كثر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مصري يقول: ما حكم التوسل، وما هو الجائز فيه، وهل يجوز التوسل بالصالحين؟ التوسل هو التقرب إلى الله جل وعلا بطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي التقرب بطاعته إليه سبحانه وتعالى. الوسيلة هي الطاعة والقربة، سميت بذلك لأنها تقرب إلى الله عز وجل. ولا يجوز التوسل بالأشخاص أو بالجاه أو بأعمال الآخرين أو صلاحهم، لا يجوز التوسل بها، وإنما يجوز التوسل بالدعاء، دعاء الصالحين له، توسل بأسماء الله وصفاته، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل بالأعمال الصالحة التي عملها هو لا غيره، التي عملها هو، كما توسل أصحاب الغار لما انسد عليهم، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. توسل بالأعمال الصالحة مشروع من التوسل المشروع. نعم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال. يقول السائل محمد: يا شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لربيعة عندما سأله أن يرافقه إلى الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، ما المقصود بكثرة السجود؟ كثرة الصلوات النوافل بعد الفرائض، لأجل أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما في قول
قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم. يتجدد اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.